مساء الخير يا بيراميدز، ازي حضرتك؟ عامل ايه دلوقتي؟ بس كنت عايز اسال بس عن حاجه بسيطه جدا، هي تافهه بس معلش خليني بس اسال عليها علشان بس في ناس كتير عايزه تفهمها، وهو اني طبعا انتوا الجمهور بتاعكم عدده قد ايه؟ يعني عايز افهم بس العدد بتاع الجمهور بتاعكم قد ايه، لان طبعا كابتن خالد الغندور الراجل طلع صرح في تصريح وقال ان هو ليه الاتحاد ما سمحش لجمهور البيراميدز انه يحضر بنفس العدد اللي بيحضر بيه جمهور النادي الاهلي في مباراه الرجاء. طيب هو بالنسبه للجمهور بتاعك وده بيدفع له فلوس ولا جمهور بينتمي لنادي الاسيوط ونادي بيراميدز وكده؟ طيب تمام يا فندم، شكرا. ده بالظبط اللي حصل. كابتن خالد الغندور يا جماعه طلع صرح تصريح غريب بصراحه، انا مستغرب وانا شخصيا مش عارف، وتقولوا لي بلاش يا جماعه تعصب في الكوره، وتقولوا كمان اني لا بلاش نعمل عصبيه ما بين الجمهور، والجمهور ده يتخانق مع ده والجمهور ده يتخانق مع ده، وسبب العصبيه بتاعه الجمهور وسبب المشاكل اللي بتحصل ما بين الجمهور مع بعضهم هو الاعلام الرياضي، علشان نبقى واقعيين مع بعض، هو الاعلام الرياضي فقط لا غير. احنا من امتى واحنا بنعرف ان نادي بيراميدز ليه جمهور اصلا بيشجعه بينتمي ليه؟ ما انا ما اعرفش بصراحه، يعني بيراميدز ليه جمهور؟ لا، الجمهور بتاع بيراميدز بيبقى ازاي عشان نبقى واقعيين مع بعض؟ جمهور بيراميدز عفوا بيبقى هو جمهور الزمالك وبيبقى هو جمهور النادي الاهلي، بمعنى بيراميدز لو بيلاعب الزمالك جمهور الاهلي بيشجع بيراميدز، بيراميدز لو بيلاعب الاهلي جمهور الزمالك بيلاعب ايه؟ بيشجع مين؟ بيشجع بيراميدز، هو ده جمهور بيراميدز عشان نبقى واقعيين مع بعض. الفرق اللي ليها مصلحه بخساره الفرقه الثانيه اللي بتلعب ضد بيراميدز هو كده الجمهور كلها بتاع الفرقه دي هو بتاع نادي بيراميدز فقط لا غير. دلوقتي كابتن خالد الغندور، انا ما بتكلمش الكلام ده على فكره بقلل من نادي بيراميدز، لا طبعا نادي بيراميدز كبير جدا وانا شخصيا بشجعه وبسنده وبقف جنبه لما بيكون بيلاعب فرق بره مصر، ده الطبيعي جدا انه بيمثل مصر، ده الطبيعي جدا جدا جدا، ماليش علاقه باي حد، ولكن خلينا واقعيين مع بعض. لما تسمع دلوقتي ان في مباراه للنادي الاهلي مع الرجاء في دوري ابطال افريقيا ومباراه لنادي بيراميدز في الكونفدراليه الافريقيه، طيب لما تسمع المباراتين دول انت هتروح تتفرج على انهي مباراه؟ القرار الوحيد اللي هتروح تشوف مباراه الاهلي. لو جمهور نادي الزمالك انت لا انت كشخص بتشجع نادي الزمالك هتروح تسمع المباراه بتاعه نادي الاهلي، لو انت بتشجع النادي الاهلي هتروح تسمع المباراه بتاعه النادي الاهلي. الكلام ده يا كابتن يا خالد يا غندور المفروض تقوله في حاله واحده بس، وهو لو فريقك اللي بيلعب، وهو لو الزمالك اللي بيلعب نادي ليه شعبيه، نادي ليه جمهور، اتكلم عن نادي زي نادي الاسماعيلي اقول لك لا جمهور، اتكلم عن المصري البورسعيدي اقول لك لا جمهور، اتكلم عن مش عارف ايه اقول لك لا ده ليه جمهور، وبناء على ان ده ليه جمهور فالطبيعي جدا ان انت تتكلم وتناشد وتقول وتعيد، لكن لما تيجي تتكلم في تصريح زي ده يعني اصل التصريح يعني عايز اقول لك ايه مثلا؟ التصريح مش وقته خالص، التصريح مش وقته ازاي؟ ابسطها لك بس بالراحه كده. التصريح بيعمل عصبيه، ومعلش انتوا كاعلام رياضي انت كراجل مسؤول في نادي الزمالك او مسؤول في قناه نادي الزمالك المفروض ان انت اصلا تمحي فكره العصبيه دي على الاطلاق، لكن ده انت كل تصريحاتك يا راجل ضد الاهلي او مع الزمالك او الكلام ده كله، انا بصراحه يعني مستغرب. احنا دلوقتي وصلنا لمرحله الاعلام الزملكاوي بيشيد بالعصبيه ما بين الجمهور بالتصريحات بتاعته، الاعلام الاهلاوي ايضا بيشيد بالعصبيه للجمهور علشان الجمهور، طبعا انتوا عارفين الجمهور بقى، يعني مثلا في بوستات اصلا بتنزل على موقع التواصل الاجتماعي وعلى البيجات الخاصه باعلامي اهلاوي او اعلامي زملكاوي هتلاقيها اصلا بتثير الجدل، بتلاقيها اصلا بتعمل ضجه بنت لذينه ما بين الجمهور، وشتيمه بقى وكل حاجه انت عايز تسمعها هتلاقيها بالظبط كده. يعني في كلتا الحالات انت اللي بتولد العصبيه ما بين الجمهور، دايما بتطلعوا بتتكلموا وبتقولوا بلاش عصبيه يا جماعه، دي في الاول وفي الاخر كره قدم، دي في الاول وفي الاخر حاجه اتعملت علشان نستمتع بيها وعلشان نتمتع واحنا بنشاهد المباراه، انتوا بقى لغيتوا كل الفكر ده كله وعملتوها حاجه واحده بس وهي عصبيه فقط لا غير، جمهور الاهلي بيكره حاجه اسمها جمهور الزمالك، جمهور الزمالك بيكره حاجه اسمها جمهور النادي الاهلي، انا مش عارف ليه احنا وصلنا للمرحله دي، ولكن بعيدها مره واثنين وثلاثه، اللي وصلنا للمرحلة دي هي حاجة واحدة بس، وهو ايه؟ الإعلام الرياضي المصري أو الإعلام الكروي المصري عشان نكون واقعيين أكتر في كلامنا، هم الإعلاميين اللي المفروض هم بيجيبوا لنا الأخبار وإحنا بنسمعهم وبنشوفهم هم اللي بيثيروا الجدل ما بين الجمهور وبيخلي الجمهور يشتم على بعضه وبيخلي الجمهور في كل التعليقات أو كل المنشورات اللي بتكون على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل عام تلاقيها تلاقي فيها مشاكل كتير جدا، ليه بقى؟ بسبب التصريحات اللي هي ملهاش أي 30 لازمة. طيب دلوقتي يا جماعة
دي قصة كابتن خالد الغندور، وطبعا دي ده التصريح بتاعه اللي اثار جدل بشكل كبير جدا، وكل الناس بدأت تتكلم على نادي بيراميدز. انا طبعا ما بتريقش على نادي بيراميدز وقلت الكلام ده، ما بتريقش خالص، لا انا بساند نادي بيراميدز واقف جنب نادي بيراميدز، ولكن نادي بيراميدز ملهوش الجمهور اللي ينتمي ليه اللي بيحبه، او ملهوش الجمهور اللي هو لا ده انا معاك اذا كان كنت باخد فلوس او مش باخد فلوس او التراس او الكلام ده كله، لا انا كده كده معاك وكده كده هشجعك وكده كده هساندك. فدي تفرق كتير جدا جدا ما بين جمهور الاهلي، وتفرق كتير جدا جدا ما بين جمهور الزمالك. نيجي بقى سريعا كده لمباراة الزمالك وفاركو، مباراة اللي انتهت طبعا بالتعادل السلبي 0-0 او 0-0. باختصار كده يا جماعة، في اخطاء تحكيمية حصلت، او في اخطاء تحكيمية حصلت، مشادة وخناقة حصلت، مشادة وخناقة حصلت. والغريب بقى في المشادة والخناقة اللي حصلت، والله يعني انا عايز اضحك، عارف عايز اضحك ليه؟ في اخر كام دقيقة نادي الزمالك بدأ يلعب بشراسة، قدام نادي فاركو، فضيع الوقت اللي هو دقيقة او دقيقتين دول في خناقة عملها ملهاش لازمة. تخيل بقى الذكاء يوصل لفين، يعني انت بتلعب بجراسة وانت خلاص عملت اكتر من هجمة، الكام هجمة دول كان ممكن انك تستغل فيهم الفرص وتجيب هدف ولا اروع من كده وتنهي المباراة وتفوز، وانت استغليت الوقت بدل ما تعمل كده وتجيب هدف، استغليت الوقت انك تعمل خناقة وتتسبب في خناقة، تضيع منك الوقت كله وتضيع انت وتطلع انت اللي خسران. مشكلتك انت صعبة، يعني مشكلة نادي الزمالك او النادي الاهلي في المباريات اللي زي كده صعبة، لان في منافس قوي جدا جدا ومتصدر المجموعة، ففكرة انك تطلع بنقطة واحدة ده فرق كبير جدا من بينها ما بين انك تطلع بثلاث نقط، دي هتفرق يعني بشكل كبير جدا، وهتضايقك جدا في المستقبل، يعني بعد مثلا ما الدوري يبدا خلاص ينتهي وانت تبدا تخلص المباريات بتاعتك، هتلاقي ان الموضوع ده صعب جدا 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 جدا. فالطبيعي ان انت بذكائك بقى وخبرتك، يعني مثلا حتى لما نيجي نتكلم دلوقتي مع اللعيبه اللي هم كانوا بيلعبوا في نادي الزمالك او النادي الاهلي، اللعيبه بقى اللي عندهم اكسبيرينس كتير وعندهم كمان انه طبعا لعبوا مباريات كبيره جدا وعندهم خلاص خبره كبيره جدا في الموضوع، يقول لك انت ضيعت اللقطه في ثانيه. يعني مثلا انا شخصيا كمشاهد استغربت، طب انت بتعمل مشكله في وقت اصلا يعني غريب جدا، انت خلاص الموضوع بالنسبه لك انتهى بمعنى كلمه انتهى، فاللي هو في دقيقه او دقيقه ونص بالكتير، عارف لو انت ما عملتش المشاده دي اللي اخذت منك حوالي دقيقه او دقيقه ونص، بغض النظر عن الوقت بدل الضائع اللي هو زاد، لا ما انت ممكن انت في الفتره دي انت خلاص انت وقفت اللعب، وغير انك وقفت اللعب انت خلاص يعني الشراسه الهجوميه اللي عندك او انك تكون لاعب فتر مقاتل في الملعب خلاص بدا ينام مع الخناقه اللي حصلت وانك عطلت ومش عارف ايه والكلام ده كله. فطبعا انا بلوم على لاعبي الزمالك وبلوم ايضا على امام عاشور انه تسبب في مشكله هي اصلا مش معاه من البدايه، فكان الموضوع كان ممكن يعدي والموضوع يخلص وما فيش اي حاجه هتحصل، وكان ممكن انت كمان تتخطى نادي فاركو، ولكن طبعا هي الكوره كده مكسب وخساره. كل التقدير والاحترام لنادي فاركو اللي عمل مباراه كبيره جدا امام نادي الزمالك، وطبعا كل التوفيق لنادي الزمالك وكل انديه مصر كلها. اما بقى عن المشكله نفسها، فتخيل بقى اني حكم زملكاوي بيقول لك ان اللي يستاهل الطرد هو لاعب نادي فاركو لانه لعب بالكره وبعد كده دفع امام عاشور في وشه، فطبعا انا الحقيقه مش عارف ايه المعنى ده، جايز يكون انا ما اعرفش في التحكيم، ولكن جايز يكون طبعا هو حكم، فطبيعي جدا ان هو يكون عنده اكسبيرينس كبيره جدا واكيد فاهم القوانين وفاهم الحاجات دي وادرى مني، بس انا حبيت ان انا اعرض لكم اللقطه دي او اقول لكم عليها. ده كان الفيديو باختصار، طبعا اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ويا ريت كمان لايك للفيديو ده.